عقدت الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترأس الجمعية العامة أكبر الأعضاء سنا، ثم بدأت الجمعية بشكر الرئيس على رعايته للتحالف الوطني، ثم تم استعراض الإجراءات القانونية لإتمام أعمال الجمعية واستكمال تأسيس التحالف الوطني، وجرى انتخاب 21 عضو لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني من أعضاء الجمعية العامة تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، وتطبيقا للقانون سيعين رئيس الجمهورية 4 من أعضاء لعضوية مجلس الأمناء ليكتمل النصاب القانوني لمجلس الأمناء. بينضم لينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. دكتور مصطفى أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ امين، اهلا وسهلا فيك. النهارده كانت الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إيه اللي جرى خلال هذا الاجتماع الأول؟ هي يمكن انعقد الاجتماع الاول للجمعيه العموميه، وكان ده بناء على قرار جمهوري من قبل السيد الرئيس لانعقاد الجمعيه العامه للتحالف لاختيار مجلس الانتخاب مجلس الامناء الاول، وتمت بالفعل الانتخابات اليوم واختيار 21 عضو منتخب، وفي انتظار ان شاء الله تعيين 4 اعضاء اخرين من قبل السيد الرئيس حتى يكتمل النصاب القانوني لمجلس الامناء، ومن بعده ان شاء الله يتم العمل على انتخاب رئيس مجلس الامناء ونائب رئيس وامين صندوق التحالف الوطني، ومباشره كل الاعمال بشكل قانوني وبشكل يعني حسب اللوائح والقوانين اللي تم وضعها ومراجعتها من قبل اللجنه المؤقته اللي تم تشكيلها من قبل السيد الرئيس. ايه هي المهام المكلة للمنتخبين في هذا التحالف؟ الحقيقة هيبقى هو المجلس الأمناء الأول لمدة 4 سنوات، هو بيباشر جميع الخطط والاستراتيجيات وتطبيق اللوائح والأنشطة المنفذة على أرض الواقع من قبل الجمعيات والكيانات المؤسسة، سواء الكيانات الأهلية أو الشخصيات الاعتبارية والشخصيات العامة المنضمة للتحالف الوطني، 36 كيان وجهة وشخص هم أعضاء الجمعية العامة للتحالف، وإن شاء الله هيتم أيضا بعد استكمال النصاب القانوني واستكمال باقي الأعضاء لانتخاب مكتب تنفيذي، وهناك هيكون أمانة فنية تدير كافة أنشطة التحالف وموارد التحالف حتى يتسنى لهم التدبير الموارد اللازمة لكافة الأنشطة اللي هتم تنفيذها على مستوى الجمهورية بعد نجاح الحمد لله في العامين الماضيين من انشاء قواعد بيانات ووضع مبادرات كثيره خدمت اكثر من 25 مليون مواطن في العامين. ده يمكن اللي كنت هسال حضرتك عليه يا دكتور مصطفى، انه بعد ما التجربه يعني بدات تنفذ على ارض الواقع، وهذا التحالف اللي بيضم تقريبا كل الجمعيات الاهليه والخيريه العامله في مصر، فكره الاستفاده بقى اللي حصلت على ارض الواقع من فكره يعني تكامل في الانشطه، تكامل في المعلومات، ان يبقى في قاعده بيانات واضحه، في تنسيق حتى في المهام الخيريه اللي بتقدمها هذه الجمعيات للمواطنين، ازاي بقى حسيتوا او لمستم هذا الدور لهذا التحالف في دعم الخدمات المقدمه للمواطنين؟ الحقيقه كانت رؤيه صائبه جدا من قبل السيد الرئيس في حشد كل هذه الجهود وتوحيدها في اطار واحد منظم لهذه الاعمال وقيمه مضافه حقيقيه للمجتمع الاهلي والمجتمع المدني، في انشاء قواعد بيانات موحده، في توزيع المهام واستفاده من الميزه النسبيه لكل جمعيه من اعضاء التحالف المركزيه من خلال مكاتبهم وفروعهم واكثر من 250 الف متطوع، ويمكن حضرتك شفت ده معانا في مبادره كتف كتف ومبادره ستر وعافيه وكثير من المبادرات اللي اطلقها التحالف من قطار الخير ودعم ابنائنا واشقائنا في قطاع غزه على مدار الشهور الماضيه. كان في ملحمه حقيقيه بتحصل على ارض الواقع بقيمه ماليه تقدر باكثر من 16 مليار جنيه في عامين توحيد هذه الجهود، هو بيعطي عدم الازدواجيه في تقديم الخدمه لمواطنين دون الاخرين من المستفيدين ومن الاسر الاولى بالرعايه في القرى الاكثر احتياجا، بجانب ما تقدمه الدوله باجهزتها بكل الدعم الرئاسي للمبادره الرئاسيه لتطوير الريف المصري مبادره حياه كريمه، هناك جهود حساسه بتقدمها الدوله من الموازنه العامه للدوله
بمليارات الجنيهات تتعدى يمكن تريليون جنيه للقرى الاكثر احتياجا في بنيه اساسيه وبنيه تحتيه وبنيه فوقيه في اكثر من 5000 قريه واكثر من 30000 عزبه ونجمه ودابع. دور التحالف هنا واستكمال ما تبقى من تمكين الاسر الاكثر احتياجا من مشروعات اقتصاديه وتقديم خدمات طبيه، وايضا القضاء على قوائم الانتظار بالشراكه مع وزارات واجهزه الدوله المعنيه عن هذه الخدمات، لان ده دور رئيسي من دور المجتمع المدني المصري. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى زمزم عضو مجلس امناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. نطلع الى فاصل.